السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي قناة انفولوجي الكرام، ورجعنا لكم النهاردة مرة تانية مع فيديو جديد، فيديو مهم جدا. الفيديو النهاردة بيهم حياتك المهنية، بيهم حياتك الوظيفية، بيهم مستقبلك، لأن الفيديو النهاردة إن شاء الله هيكون عن كيفية إنشاء سيرة ذاتية أو سي في احترافي من قناة انفولوجي. أنا محمد حامد، تابعوني. وطبعا كلنا لما بنيجي نقدم على وظيفة او نعمل apply for a job بنحتاج CV او سيرة ذاتية احترافية. طب وده طبعا بيتم مع كل الوظائف، سواء حضرتك كنت طبيب او teacher او engineer او doctor وغيرها من الوظائف الكتير. طيب حضرتك لما بتقدم CV تقليدي او بدائي زي اللي حضرتك هتشوفوه دلوقتي ده على الشاشة، اعتقد ده هيكون اختيار مش كويس بالنسبة لك. انما لو قدمت CV زي ده كده، زي اللي حضرتك شايفينه دلوقتي ده، اعتقد ان CV زي ده كده هيترك عنك اثر وانطباع جيد جدا في نفس صاحب العمل، وبيترك عنك ايضا انطباعات جميله زي مثلا الانتظام، الالتزام، حب العمل. وطبعا عشان ننجح في اي وظيفه، كلنا طبعا عشان ننجح في اي وظيفه لازم نبدا اول خطوه صح، وطالما اول خطوه صح هتوصلك لاخر خطوه صح، واول خطوه صح ان شاء الله وهي انشاء CV او سيره ذاتيه بطريقه احترافيه. ونبدا على بركه الله بسرد تفاصيل الفيديو الخاص باليوم. ودلوقتي ان شاء الله احب اقول لحضرتك ان انت مش هتستعمل اي برنامج من البرامج المتقدمه زي الفوتوشوب والالستريتور والافتر افكت والحاجات دي، لا 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 خالص، احنا هنستخدم فقط برنامج الوورد. ايوه برنامج الوورد، هتقدر تعمل من خلال برنامج الوورد سيره ذاتيه او CV احترافي من الالف للياء. خلينا نبدا على بركة الله بفتح برنامج الوورد. وطبعا برنامج الوورد بيجي من ضمن المايكروسوفت باكج اوفيس، تمام، يعني متوفر لكل الناس، تمام. فنروح على قائمة ستارت كده، وبعدين في دروب داون ليست بتظهر لي، يعني قائمة منسدلة فيها خيارين. لو حضرتك اوريدي حاطط الوورد هنا في الستارت بانل هنا او في قائمه البيد زي ما انا حاططها هنا كده، فبتضغط عليه بيفتح. طب انت لو ما انتش حاطه في قائمه البيد كده، هنضغط على دبليو او فروم ذا كيبورد، وبيظهر لك الوورد ان ذا ليست اوف سجستشن، يعني كعنصر من قائمه الاقتراحات. فانا اختار على او اضغط على برنامج الوورد. اول ما بضغط على برنامج الوورد بتفتح لي زي ما حضراتكم شايفين كده ذا مين يوزر انترفيس، يعني شاشه المستخدم الرئيسيه الخاصه ببرنامج الوورد. عندي هنا حاجات بنسميها تمبلتس، يعني قوالب جاهزه، ودي طبعا البلانك دوكيمنت يعني مستند فاضي، تمام. فان شاء الله انا هترجم كل المصطلحات اللغه الانجليزيه الى العربي، لان في بعض الناس طبعا اللي بيشاهد الفيديو ده هيكون عندهم برنامج الوورد باللغه العربيه. فاحنا نضغط على بلانك دوكيمنت يعني مستند فارغ، نضغط عليها كده. اول خطوه لما بفتح مستند فارغ او بلانك دوكيمنت زي ما حضراتكم شايفين كده، هعمل حاجتين مهمين جدا جدا جدا، نركز مع بعض فيهم. هروح على قائمه لاي اوت او تخطيط بالنسبه للناس اللي عندهم الفيرجن ده باللغه العربيه، اضغط عليه. عندي حاجتين، عندي هنا مارجنز وعندي سايز، الاثنين دول لازم اعدل عليهم في الاول كده. لازم نروح على المارجنز، المارجنز اللي هي الهوامش، اضغط على الهوامش، وبعدين اخد ذا لاست اوبشن اللي هو اخر خيار اللي هو كاستم مارجنز، اضغط عليه. وانا مش هحط هوامش، انا عايز الهوامش زيرو، اخليها زيرو كده، كله اخليه زيرو، هنا زيرو وهنا برده زيرو. فلما باجي اضغط على اوكي كده بيجي لي ورنينج مسج، يعني رساله تحذيريه بتقول لي ايه؟ بتقول لي مش معقول انك تحط الهوامش هوامش زيرو. طب عايز تصلح الهوامش وتخلي وتعيد ادخالها تاني، ولا عايز تتجاهل الرساله ديت؟ قول له ايوه انا عايز اتجاهل الرساله، لان بالفعل انا مش عايز ايه؟ مش عايز هوامش، لان انا ما بعملش خطاب ولا مستند، انا بعمل سيره ذاتيه. فهعمل اجنور كده، تمام. ده كانت اول خط. تاني قلت انا رحت على مارجنز وبعدين كاستم مارجنز وحطيت الهوامش كلها ايه؟ زيرو. طيب الستاب الثانيه او الخطوه المهمه جدا التاليه، ان حضرتك هتروح على قائمه سايز كده وناخد السايز الخاص بالورق نخليه A4، هنخليه ايه؟ A4 زي ما حضراتكم شايفين كده. كده انا ايه؟ كده انا عملت الاول تو اوبشنز او خيارين، اول خيارين او اول مهمتين مهمين جدا 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 داخل برنامج الوورد لانشاء سيره ذاتيه احترافيه. بعد كده بقى بنروح على حاجه اسمها ايه؟ لازم ان انا اعمل او انشئ صفحه
تانية داخل برنامج الوورد. طيب اروح من هنا كده من على انسرت، من على انسرت يعني قائمة الدرايف، وبعدين اضغط على حاجة اسمها بلانك بيج. بلانك بيج بيفتح لي صفحة تانية فاضية زي ما حضراتكم شايفين كده. شوف انا بقى عندي هنا، هنا بيج، بيج 1، وعندي هنا بيج 2 صفحتين، تمام كده. طيب انا عايز اعرضهم بقى مع بعض، هما الاثنين يكونوا في نفس الشاشة كده، عشان اقدر احط هنا السي في اللي انا هعمل واحد شكله، واحط وابدا اصمم في الناحية التانية. اروح على قائمة فيو يعني عرض، وبعدين عندي هنا اوبشن اسمه مالتيبل بيج، يعني صفحات متعددة. لما اضغط عليها كده شوف بيعرض لي المستند او بيعرض لي الصفحتين كايه، في بيج واحدة يعني، او في صفحة واحدة، بدل ما اطلع وانزل كل شوية. فانا جبت التو بيجز يعني الصفحتين في شاشة عرض واحد. عايز اعمل زوم ان وزوم اوت يعني تكبير وتصغير، ما تنساش انك تضغط او تعمل هولد على كنترول باتن من الكيبورد، يعني تعلق الكنترول تتنك ضاغط، ومن سكرول وير من الماوس اللي هي الزر الماوس ده، تمام، تبدا تعمل كده تسحب يمين وشمال، فبيتم عمل زوم ان وزوم ايه وزوم اوت، تمام كده. طيب انا هخليها كده لان انا محتاجها كده. طيب كده يبقى احنا اتفقنا اول شيء انا عملت ايه، رحت على لاي اوت، غيرت المارجنز وغيرت السايز، وبعد كده رحت على انسرت وادرجت صفحه فاضيه، تمام، وبعد كده رحت على فيو وخليتهم مالتيبل بيجز، تمام كده احنا اتفقنا على كده. طبعا انا بشرح بالتفصيل لان في ناس بتسمعني دلوقتي بيكونوا مدرسين مواد ليست لها علاقه بالكمبيوتر زي المواد الاسلاميه، العربيه، الدراسات الاجتماعيه وبقيه المواد، مع احترامي الكامل لهم، فانا براعي حدود المعرفه الضئيله لاخواننا اللي بيسمعوا الفيديو اللي الباك جراوند بتاعتهم عن الكمبيوتر مش قويه جدا، فانا براعي كده وبشرح بالتفصيل، فسامحوني الناس اللي هي معرفتهم بالكمبيوتر كويسه جدا، فيا ريت يسامحوني. طيب بعد كده انا خلصت كل شيء وعملت تو بيجز، بعد كده بقى هروح على انسرت تاب، ديت انسرت تاب كده زي ما حضرتك شايف، وبعدين هعمل استيراد للسيره الذاتيه اللي انا هعمل واحده شكلها بالظبط من هنا كده، انا حافظها هنا مثلا، واضغط على انسرت، فديت السيره الذاتيه اللي انا هعمل زيها، هضغط عليها كده واسحب احطها في الناحيه الثانيه كده، وامسح دي خالص من هنا، بحيث ان انا ايه، ان انا ديت اللي هتكون عندي اللي انا هشتغل عليها، وهعمل واحده شكلها بالظبط، او احاول اوري لحضرتك ازاي تعمل سي في احترافي زي ده كده وتحطه هنا كده، زي ده كده وتحطه. طبعا انا كده عندي 3 صفحات، امسح صفحه منهم، ابدا ايه، اضغط على كنترول واكبر واصغر كده مع استخدام عجله التمرير اللي موجوده في الماوس. طيب يبقى انا كده عرضت ايه، عرضت السي في الموجود هنا، وهبدا بقى اصمم سي في احترافي في الصفحه الثانيه كده. خلينا اكبر شويه صغيرين كده. اول شيء حضرتك هتعمله ان احنا هنعمله، هعمل الصوره واعمل الشكل ده واعمل الشكل ده، وانزل اعمل الشكل اللي تحت والشكل اللي تحت برضه. وبالخطوه الثانيه بقى والمرحله الثانيه اوري لحضرتك ازاي بنضيف النص وبنحط السيمبلز او الرموز الصغيره دي اللي مديها منظر جمالي للسي في. طيب خلينا الاول نبدا نحاول ان احنا ننشئ او نصمم الديزاين ده اللي الشكل اللي عامل زي المثلث ده. طيب بكل احترافيه هنروح على قائمه انسرت يعني ادراج، وبعدين نروح على حاجه اسمها شيبس، من شيبس اخد المثلث، شايفين المثلث ده او التراينجل، نضغط على التراينجل كده ناخده، وبعدين ابدا ارسم مثلث كده احترافي زي ما حضراتكم شايفين كده. اول ما برسم المثلث زي ما حضراتكم شايفين كده، في هنا بيجي لي هنا سهم قلب مقلوب لتحت كده، معنى ذلك ان انا من هنا ممكن اعمل روتيشن او اعمل دوران، فهضغط هنا كده واقوم لافف، يقوم عامل لي ايه، يقوم عامل لي دوران كده زي ما حضرتك شايفين كده. طيب من هنا ابدا اكبر، من هنا ابدا اصغر، فحضرتك تبقى عارف ازاي ان انت بتتعامل مع الايه، مع الشكل اللي موجود عندك. ابدا اسحب الشكل بقى واطلع لفوق كده شويه صغيرين كده، ابدا اسحب واطلع كده كده زي ما حضرتك شايفين كده، وممكن برضو اصغر من هنا كده، اسحب شويه لتحت من هنا وابدا اصغر من هنا شويه، وابدا ايه، وابدا اظبط الشكل بتاعي كده. طيب معنى ذلك ان انا عملت الشكل بتاعي، بس لو انت شايف اللون مش زي اللون. طيب سهل خالص، بالنسبه للون هنروح على حاجه اسمها ايه، الفيل كلر. بس لاحظ حاجه مهمه جدا، انا لما بضغط خارج الشكل اللي انا خدته ده، لما بضغط في النص المستند كده في قائمه من هنا بتختفي، طب لما بضغط على الشكل بتظهر لي قائمه جديده اسمها فورمات يعني تنسيق. طيب من خلال القائمه دي اقدر اتعامل مع الشكل. خلي بالك بقى في حاجه مهمه جدا، ان انت ما تقولش فين الفورمات، انا مش لاقي الفورمات، ما انت لازم
عشان تنشط الشكل الاول. فنروح على فورمات، ومن فورمات اضغط على فورمات كده، وبعدين نروح على حاجه اسمها شيب فيل، يعني ملء الملء التلقائي للشكل. احاول اختار اقرب لون للشكل المقابل، انا عايز لون زي ده كده، ده طبعا الديزاين اللي انا هصمم واحد زيه، فابدا احاول اجيب نفس اللون او نفس الدرجه اللونيه. اعتقد ديت يعني قريب منه شويه، او ممكن لا لا مش دي ولا دي، هو ده اقرب واحد، وهنا ايه اضغط عليه كده. انا ضغطت على وخدت الدرجه اللونيه القريبه منه. طبعا لو كان في اختلاف بسيط مش مشكله، بس المهم شيء ان حضرتك تبقى عارف كيف ان انت بتصمم او بتعمل سيره ذاتيه احترافيه. تمام كده؟ طيب انا كده عملت الشكل الاول. الشكل الثاني بقى هجيبه ازاي؟ مفيش بقى حاجه ان انا اروح الانسرت تاني واعمل شيب والحوارات دي كلها، لا، قال لك اضغط على الشيب اللي انت عملته الشكل ده كده، واضغط على كنترول من الكيبورد وتنك ضاغط على الكنترول، وقوم ضاغط بالماوس وساحب لتحت، يقوم واخد لك كمان شكل تاني، نسخه من الشكل الموجود. تمام كده؟ طيب بالنسبه للون يا مستر محمد، اللون ده مختلف عن اللون ده، خلاص اروح على الفورمات برده تاني، وبعد كده نروح على الشيب فيل من هنا، وابدا اختار اللون القريب من الايه؟ من الشكل اللي عندي، اعتقد ده قريب. وبعد كده اقوم لافف الشكل، اعمل له روتيشن كده من هنا كده. الروتيشن بيتم منين؟ ان انا اقف هنا كده واضغط واستمر في الضغط والف الشكل بتاعي، وابدا احط الشكل بتاعي هنا كده، كده زي ما حضراتكم شايفين. تمام كده زي ما حضراتكم شايفين كده. طيب بس في خطوه مهمه جدا 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 حضرتك بالله ما تنساهاش، لانها مهمه جدا جدا جدا. اول شيء في الشكل الثاني ده، الشكل الثاني ده نروح على الشيب اوت لاين، اروح على الشيب اوت لاين واخليه ايه، واخد اللون الايه، اللون الابيض. تمام. وبالنسبه للشكل ده، الشكل ده والاول ده اخليه، اروح على الشيب اوت لاين واخلي نو اوت لاين، ما اخليلهوش اوت لاين. الاوت لاين ده اللي هو المقصود بايه، الحد الخارجي، لون الحد الخارجي زي ما حضراتكم شايفين كده، اللون الحد الخارجي. يبقى احنا اتفقنا دلوقتي ان الشكل الاول اروح على شيب اوت لاين واخلي نو اوت لاين، مش عايز له شكل خارجي او الحواف، عايز الغي الكلر بتاع الحواف. والشكل الثاني ده اضغط عليه واروح اخلي الشيب اوت لاين بتاعه او اللون الحد الخارجي او لون الحواف اخليها بيضه زي ما حضراتكم شايفين كده معايا. تمام كده. بعد كده ايه بقى؟ بعد كده احدد الشكل التاني اللي هو ده، اضغط عليه كده زي ما حضراتكم شايفين كده، وبعد كده اروح على شيب اوت لاين برضو تاني اللي هي دي، وبعدين اروح على وي، وبعدين انزل تحت اخد حاجه اسمها مور لاينز. فلما افتح المور لاينز فبيقسم لي الشاشه العرض بتاعتي لصفحتين. تمام. يبقى اضطر انزل تحت كده بالماوس وابدا بقى اروح على ايه، اروح على حاجه اسمها اللي هو الويدث ده، اخليه 18، نخليها ايه، نخليها 18 تقريبا يعني. طبعا كل واحد بيحطها زي ما هو عايز، حطها 18، حطها 15، انا اخليها بالنسبه لي انا كمستر محمد حامد انا اخليها 18. تمام كده. واول ما اقفل واخلي برضو الترانسبيرنسي اللي هي درجه الشفافيه اخليها 1 او خليها 0 مش مشكله، ما تفرقش. وبعد اول ما بتقفل من هنا اللي هي الفورمات شيب اللي ظهرت لي لما ضغطت على المور لاينز، بسترجع طريقه العرض مره ثانيه، شوفوا استرجعت تاني الشاشتين. يبقى انا كده اعتقد صممت الشكلين زي بعض. بس في حاجة مهمة جدا بقى دلوقتي عايز اقول لك عليه، عشان تظبط شغلك بالظبط انزل كده بالمؤشر وشوف نهاية الشكل. بص الشكل ده من هنا يا دوبك الحافة مع الخط الابيض اللي فوق ده، بس ده فاضل له كمان شوية، يبقى ده المفروض يطلع فوق شوية صغيرين، يبقى ده كده المفروض اطلعه فوق شوية صغيرين كده وانزل تاني. لو لقيتهم مظبوطين مع بعض او بيختفوا مع بعض بالظبط يبقى انا كلامي مظبوط، يبقى اعتقد هما كده مظبوطين بالظبط، اعتقد كده مظبوطين بالظبط. حتى لو احنا شفنا الاطار ده مع الشكل الاثنين بيختفوا مع بعض، يعني لو نزلت كده شوف الاثنين مع بعض بالظبط. فالطريقه الطريقه دي طريقه مهمه جدا ان انت تظبط الشكلين مع بعض. طب بالنسبه برضو عشان تكون اكثر دقه، بص على الكورنر ده وبص على الكورنر ده، انزل كده، انزل شوفوا ما يختفوا مع بعض ولا لا. اعتقد يعني شبه يختفوا مع بعض، بس ده عايز ينزل تحت سنه صغيره بس كده، ونبدا نجرب تاني. ايوه اعتقد يعني كده يعني ايه شبه دقيق باذن الله. كده يبقى انا خلصت ايه، خلصت الشكل الاول والديزاين الاول ده والديزاين الاول ده بطريقه سهله جدا. طيب بعد كده في خطوه مهمه جدا، ان انا لو انا ضغطت هنا بالخطا او ضغطت هنا بالخطا فالشكلين هيتحركوا من مكانهم، انما قال لك ايه، قال لك انت اعمل جروب. جروب يعني جمع الشكل ده وجمع الشكل ده وخليهم شكل واحد. طب اجمعهم ازاي؟ ده السؤال المهم عندي. اضغط على الاول كده او بالماوس، وبعدين اعلق مفتاح كنترول من الكيبورد. يعني ايه كلمه علق؟ يعني اضغط وتنين ضغط عليه، واروح على الشكل الثاني واقوم ضاغط برضو كمان هنا، فبيتم تحديد الشكلين معا.
زي ما حضراتكم شايفين كده، اضغط رايت كليك يعني مره واحده بالزر الايمن للفأر، واخد حاجه اسمها جروب يعني تجميع، واخد حاجه اسمها جروب. كده انا خليت الشكلين دول شكل واحد، يعني لو حركت اي شكل دلوقتي هيكونوا شكل واحد، هما كده شكل واحد، الاثنين شكل واحد، انا كده جمعتهم. يعني لو حضرتك شايف كده، لو عايز تيجي تتاكد ان هما متجمعين ولا لا، اضغط تاني كده واضغط هنا ورايت كليك ونروح على جروب. شوف الجروب هنا اختفت ليه؟ معنى ذلك ان هما اوريدي اصلا شكل واحد. تمام كده، يبقى انا كده صممت القمه السي في او قمه السيره الاحترافيه. طب ننزل بقى لتحت، لان احنا اتفقنا ان انا هعمل الشكل ده والشكل ده والصوره والاشكال اللي تحت. خليني بالمره بالمره قبل ما اعمل الصوره، خليني اعمل الجزء اللي تحت بالمره عشان ابقى انتهيت من الايه، الهيدر والفوتر، يعني الراس والتسجيل الخاص بالسيره الذاتيه. قال لك برضو انا لسه برضو هروح اعمل شكل زي ده وشكل زي ده واحطهم تحت هنا وانسق واظبط كده. قال لك لا، احنا قلنا الاثنين دول اوريدي متجمعين، يعني هم يعتبروا دلوقتي شكل واحد. اضغط كده عليهم واقوم رايح ضاغط على الكنترول باتن من الكيبورد وافضل ضاغط عليه واسحب لتحت، فخد لي شكل زي ما حضراتكم شايفين كده. شوفوا انا كده خدت شكل تاني زي ما حضراتكم شايفين. اعمل ايه بقى؟ بقى هم متحددين زي ما هم كده، اروح على فورمات وعندي هنا حاجه اسمها روتيت. يعني ايه روتيت؟ يعني الروتيت معناها هنا اللي هو الدوران، ادور اعمل دوران مرتين بدرجه 90 درجه، ادي واحد وكمان مره اثنين، كده انا عملت دوران مرتين بدرجه 90 درجه. وانزل لتحت، انزل لتحت، اصغر كده، اصغر العرض شويه عشان اشوف، وانزل لتحت من هنا كده. تمام زي ما حضراتكم شايفين كده، ويبقى انا كده ايه، يبقى انا كده صممت الايه، صممت الفوتر الخاص بيه المستند طريقه احترافيه وبنفس النظام بالظبط، نفس النظام بالظبط. طب خلينا اتاكد كده ان هم يختفوا مع بعض ولا لا، اتاكد كده مع بعضنا ان هم الاثنين مع بعض ولا لا. طيب نبدا نكبر شويه من هنا كده ونبدا ننزل نشوف هل الشكلين الكورنر ده هيمشي مع الكورنر ده ولا لا. ده اسهل طريقه عشان تحدد الشكل وتظبط شغلك بسرعه. تمام كده، اه مظبوط، ده بالنسبه ده مظبوط. لا بس ده هنا ظهر حته صغيره وهنا ظهر حته كبيره، بعدين ينزل تحت شويه. سوري نزلته جامد قوي، اطلع تاني كده ونبدا برضو نقارن تاني، نبدأ نقارن تاني، ده دي نزل جامد، أطلعه فوق شوية، تمام، وأبدأ أقارن تاني كده معانا، نقارن بالراحة، أه دول مظبوطين إن شاء الله، اللي هما دول كده مظبوطين، أبدأ أقارن بقى في الكورنرز دي، لا دي يعني المفروض ينزل سنة صغيرة لتحت، بس، تمام كده، وأبدأ برضه أقارن تاني، شوفوا، يختفوا مع بعض، حط عينك هنا وحط عينك هنا، يختفوا مع بعض، تمام كده، ودول برضه بيختفوا مع بعض كده، يعني تقريبًا يعني، ماشي يا جماعة، ماشي يا جماعة، يبقى أنا كده صممت إيه؟ صممت الهيدر وصممت الفوتر، يعني صممت الرأس والإيه؟ والتسجيل. طب دلوقتي بقى أعمل إيه؟ دلوقتي أنا عايز أدرج الصورة، طيب سهلة جدًا، أجيب صورة، طيب دي صورتك الشخصية بقى، انت هتحط صورتك الشخصيه، انا هشرح على اي صوره. اروح على قائمه انسرت يعني دروب، وبعدين اخد بيكتشرز، تمام، وبعدين عندي خيارين، فروم ذيس ديفايس ولا اونلاين بيكتشرز. طبعا اونلاين بيكتشرز هجيب صوره من على الانترنت، بس ده سي في، فاكيد الصوره الشخصيه تكون متخزنه على جهازي. اضغط ذيس بي سي اور ذيس ديفايس، وديت مثلا الصوره اللي انا هشتغل عليها. طبعا دي صوره يا شباب فيك، انا عملت لها داونلود من على الانترنت، وديت اللي انا هشتغل عليها، يعني دي ليست صوره شخصيه ليا انا. اضغط على انسرت، لما اضغط على انسرت شوف الصوره جت لي هنا، بس لو انت ملاحظ الصوره خلف الشكل، انا عايزها بقى تكون قدام الشكل عشان يكون شغل منظم. طيب اضغط ايه، اروح على حاجه اسمها راب تكست، زي ما حضراتكم شايفين هنا كده، شايفين الاوبشن ده اسمه راب تكست او التفاف النص. اضغط على دروب داون ليست او السهم الصغير ده، واخد حاجه اسمها ان فرونت اوف تكست، يعني امام النص، تمام كده، وابدا اسحب هنا كده. لو انت ملاحظ ان الصوره هنا على شكل دائره وهنا الصوره على شكل سكوير يعني مربع، مفيش مشكله، اعمل لها كروب يعني اقتصاص. عندي هنا هنا باتن اسمه كروب اهو، بس خلي بالك الكروب ده ما بيظهرش غير لما تضغط على الصوره، خلي بالك عشان ممكن واحد يكون ضاغط كده في الخارج كده مش محدد الصوره ويقول مثلا هي فين الكروب، المستر بيشرح حاجات مش موجوده. لا انت تضغط الاول على الصوره، اول ما تضغط على الصوره بيظهر لك فورمات، اوبشن اسمه فورمات هنا، لما تضغط خارج الصوره بتختفي. اضغط تاني على الصوره، روح على فورمات وخد كروب، بس ما تضغطش على كروب، اضغط على السهم اللي تحت كروب اقتصاص، وما تاخدش برضو كروب الاولى، خد كروب الثانيه كروب تو شيب. لما نروح على كروب تو شيب، خد بقى انت عايز تقصها على على هيئه اي شكل، انا والله عايز اعملها على هيئه دائره، يبقى انا كده خدتها على دائره زي ما حضرتك شايف كده. طيب بعد كده طبعا بس في مساحات فاضيه كتير وانا مش عايزها، اضغط بقى على كروب كده اللي فوق بقى المرة دي اللي فوق، ليه؟ عشان تظهر لك الحدود الخاصة بعملية الاقتصاص. نضغط عليها كده، شوف ظهر لي عملية الحدود، احط الكورسر هنا كده وابدأ بقى ايه، انسق كده واشيل الاجزاء اللي انا مش عايزها. مثلا يعني هو انا مش عايز اعرض كل الشخص، انا عايز بس اعرض الاجزاء المهمة، مثلا الرأس و
الشولدرز اللي هو الكتفين وهكذا. اعتقد كده الصورة مناسبة. ولما اخلص ما تنساش عشان يتم اقتصاص هذا الجزء واهمال الجزء المتبقي الاسود هذا، تضغط على انتر من الكيبورد. اول ما تضغط على انتر من الكيبورد، تمام، تم اقتصاص الايه، تم اقتصاص الصورة زي ما حضرتك شايف كده بمنتهى الاحترافية وبمنتهى الايه، بمنتهى الامان. بس انا عايز طبعا اصغر شوية الشكل، اصغر كده من هنا الشكل كده زي ما حضرتك شايف، وابدأ بقى ايه اتعامل مع الايه، اتعامل مع الصورة. اروح برضو ايه بقى، احاول احط الصورة هنا كده، اسحبها واحطها هنا كده. خلي بالك انا كنت عملتها in front of text، يعني قدام الايه، قدام المثلث ده، عشان لو كنت سبتها ورا المثلث ما كانتش هتظبط معاك. انا عملتها كده وحددتها، واحاول اظبط برضو المسافة اللي هنا كده تكون قد المسافة اللي هنا، عايزة تيجي شوية صغيرين كده مثلا، تمام، وهكذا. وهبدأ طبعا اظبط من هنا، اوريك دلوقتي ازاي هتظبط. شوف التانية اختفت قبل دي، او اعتقد الاتنين زي بعض، بس عايزة تترفع سنة صغيرة فوق كده بس، تمام. بعد كده بقى اروح فين؟ اروح على فورمات بعد تحديد الصورة، اكرر بعد تحديد الصورة اروح على فورمات، ومن فورمات اخد حاجة اسمها البوردرز. دي بقى البوردرز انا هخليها بيضة، عايز الحد بتاع الصورة هو اللي يكون ابيض. الحد ده، شايف الحد بتاع الدايرة ده، عايز يكون ابيض، وهو دلوقتي بقى ابيض. بعد كده اروح بقى على الايه، اروح على البيكتشر افكتس، لا سوري مش من هنا، اروح على البوردر افكتس من هنا، وبعدين اخد ويت، وبعدين اخد مور لاينز، نفس الستبس تاني. وهنا في الويت خليها مثلا 10، تمام، او احاول انزل كده من هنا عشان اشوف الايه النتائج اللي بتظهر معايا بعد تغيير الرقم. اروح على الويدث هنا واخليها مثلا ايه، اخليها مثلا انا مثلا بالنسبه لي اخليها 10 زي ما حضرتك، او مثلا خليها 10 كتير، خليها 9.5. انا كده خليتها 9.5. وممكن اخلي ترانسبيرنسي اللي هي درجه الشفافيه اخليها مثلا 1، وابدا اقفل. اول ما اقفل دي كده فبسترجع النطاق مره ثانيه، واسترجع التصميم مره ايه، مره ثانيه، تمام كده. يبقى انا كده اعتقد يعني بنسبه 99.9% تصميمين زي بعض، عملت المثلث هنا مثلث هنا، الشكل ده الشكل ده، اللي تحت برضو نفس الكلام وكل شيء تمام، وحطيت الصوره بمنتهى الاحترافيه. وكده خلصنا الجزء الاول من السيره الذاتيه، وده جزء مهم جدا. هننتقل بقى ان شاء الله بعد شويه للجزء الثاني اللي هو الخاص بإدراج التكست وإدراج النصوص وإدراج العلامات ديت. وإن شاء الله بعد الفيديو ده انت يعني مش هتفكر تاني في السي في التقليدي البدائي السيء جدا، يعني اللي بيترك عنك يعني انطباع سيء جدا لدى صاحب العمل. كده بقى احنا انتهينا من المرحلة الاولى في التصميم. دلوقتي بقى ننتقل للمرحلة اللي بعد كده، وهي مرحلة مهمة جدا، اقصد بها كيفية اضافة النص. ومن انسرت باخد حاجة اسمها تكست بوكس، يعني صندوق نص، عشان الناس اللي عندها الويندوز باللغة العربية. اضغط على السهم الصغير ده وانزل لتحت، اخد حاجة اسمها درو تكست بوكس، يعني رسم صندوق نص. صندوق النص الاولاني زي ما حضراتكم شايفين كده. وفي معلومه مهمه جدا 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 عايز اقول لحضرتك عليها، لما ترسم صندوق النص تروح على الشيب اوت لاين، تمام، وتخليه تروح على الشيب اوت لاين وتخليه ايه، وتخليه وايت، يعني تخلي الحواف لونها ابيض. ونبدا بقى نكتب ايه، نكتب مع بعضنا كده كريكولم فيتاي، يعني سيره ذاتيه. ممكن تكتبها بالانجلش او ممكن تكتبها بالايه، باللغه العربيه. خلينا اكتبها كده زي ما حضراتكم شايفين، كريكولم فيتاي، تمام، وكده انا كتبت الاسم بتاعها. ممكن بقى دبل كليك عليها كده بسرعه على النص، وابدا اكبر النص بتاعي نفس الايه الاجراءات العاديه اللي بنتبعها في برنامج الوورد. اكبر الحجم من هنا شويه كده، انزل لتحت شويه كده. انت هنا الحروف بالكابيتال لترز، هنا بالسمول، خلاص انت دبل كليك كده اعمل سلكشن. وبعدين هنروح على هوم تاب، ومن هوم تاب اروح على البطن ده كده واخد حاجه اسمها ابر كيس، يعني حروف كابيتال. ممكن بقى نصغر الحجم شويه، بدل ما هو 36 كده نصغره شويه مثلا، نخلي قد ده كده، اعتقد ده قده، تمام، واطلع فوق شويه واضغط في الخارج كده. انا عملت الايه، عملت الولو كده، ونسيبها على كده. قال لك حدد صندوق النص اللي انت خدته، وبعدين اقف بالمؤشر على الحد الخارجي لصندوق النص. صندوق النص هيتحول ليه، او علامه المؤشر هتتحول زي ما انتم شايفين كده. قوم ضغط على كنترول وتنك ضاغط واسحب، هيقوم واخد لك كمان نسخه من الايه. نحدد كده برضو ونكتب بقى اسمك هنا، خلينا مثلا اكتب اسم الشخصي محمد مثلا حامد كده، انا كتبت اسم الشخص. نعمل دبل كليك عشان نعمل سلكشن، وبعدين اروح على الهوم تاب او من المنيو اللي بتطلع هنا كده الصغيره دي، وبعدين ابدا اكبر الخط شويه، دبل كليك، وبعدين اعمله بولد، تمام كده. كده احنا صممنا
حطينا عنوان السيرة الذاتية وحطينا الاسم الشخصي الخاص بي أنا في السيرة الذاتية. بعد كده بقى أنتقل للجزء ده، عايز أحط هنا تايتل وهنا تايتل وهنا تايتل وهنا عنوان وهنا عنوان، نفس الكلام. مش شرط بقى إن أنا آخد تاكس بوكس تاني، أروح أضغط على الأول ده، أحط المؤشر هنا كده وأضغط على كنترول من الكيبورد وأسحب فياخد لي واحد هنا، وأسحب برضو تاني أجيب كمان واحد عشان أحطه مكان الكونتاكت دي كده، وبرضو أسحب وأجيب كمان واحد هنا، حطيت هنا واحد على الهابيز. هنا بقى أعمل دبل كليك كده وامسح ده واكتب كلمة بروفايل، نبدأ نكتب كلمة بروفايل مع بعضنا كده فايل، وبعدين برضو اخليها كابيتال عشان هي هنا كابيتال، اخليها كابيتال من هنا كده ابر كيس، وادي لها اللون وليكن نفس اللون ده، اروح على الايكون دي كده بتاعت اللون وادي لها نفس اللون، واعتقد هو يكون نفس اللون ده، واخليها بولد. وبرضو نفس الكلام هنا، اجي هنا اعتقد هو مش نفس اللون بالظبط، بس يعني مش مشكلة في الالوان، انا بس بقى بشرح لحضرتك ان ازاي انت تنسق الايه التاكس. وبعدين اروح اخليه هنا بلو واخليه ايه واخليه بولد، تمام كده. طيب فاضل لي بقى بالمره ان انا ايه، ان انا برضو نفس الايه نفس التكست، نفس العنوان هنا ونفس العنوان هنا، بس في هنا خط فاصل في النص كده، مفيش مشكله. الخط ده ان احنا نروح نجيبه من انسرت ومن شيبس، وبعد شيبس اخد الشكل ده كده الخط ده، وبعدين ارسم الخط بتاعي بيبدا تقريبا من هنا كده وانزل بالتحت، بس هو هنا لونه اسود، هنا في الديزاين لونه اسود، خلاص مفيش مشكله. اروح على فورمات ومن شيب اوت لاين من هنا، وبعدين اخده اسود كده، وبعدين اروح برضو على الويت اللي تحت دي واخد تمام، مثلا نخليه 1.5 كده زي ده كده مثلا. تكست بوكس جديد، اضغط على انتر او قصدي على كنترول، اضغط كده واضغط على اضغط على كنترول ياخد لي واحد هنا. دلوقتي بقى ابدا ايه، ابدا ان انا احط التكست اللي هو بالاسود الصغير ده، خد برضو اضغط على كنترول وتعالى هنا على الكونتاكت، حطها تحت الكونتاكت كده، اظبط الاجات، وبعدين نروح على انسرت تاب، ومن انسرت تاب اروح على السيمبلز جروب من هنا كده، اروح على السيمبلز جروب وناخد حاجه اسمها مور سيمبلز، يعني رموز اضافيه، فبيفتح لي هنا الرموز الموجوده على المايكروسوفت وورد زي ما حضراتكم شايفين كده. بس انا هاجي هنا على الفونت زي ما حضراتكم شايفين كده وامسح دي واكتب حاجه اسمها ايكو مون كده، ايكو مون، واضغط على انتر، فبيجيب لي ايكون مون فري. ديت الاوبشنز ديت والعلامات دي مش هتكون موجوده عندك على الكمبيوتر، فحضرتك بكل بساطه هتروح على جوجل كروم وتكتب نفس الكلام ده كده في جوجل وتحملها، وبعد ما تحملها تعملها تسطيب على الكمبيوتر، تمام. يبقى ننزل كده نبدا بقى نجيب اول حاجه موجوده عندي هنا علامه الاتصال، تمام. اه هنا موجود هنا واحد اهو، خد ده مثلا واعمل له انسرت، وابدا برضو حاته ناحيه اليمين شويه كده، كده انا عملت الرمز الاول، اضغط عليه برضو وخد منه نسخه تاني نفس الكلام، ادي واحد كده، انا عندي اربعه، واحد اتنين تلاته اربعه، ابدا برضو اخد كمان نسخه اتنين، ادي كده تلاته، وابدا برضو بقى اخد التالته كده، ما تنساش ان انا بعلق مفتاح كنترول، واضغط على التانيه، انا عايز التاني اللي هو علامه الاتصال ده. انت ممكن بقى بتختلف، ممكن تحط مكانه الواتساب، انا مش عايز، ممكن انت هتحط بقى يعني وسائل الاتصال الخاصه بيك. طيب بعد كده بقى ابدا ان انا اضيف برضو الاشكال اللي تحت دي، الهابيز اللي هي الهوايات، واحد بيحب السفر، الريدنج، الرايتنج، الميوزك. طيب خلينا برضو ايه الاول اخد نسخه من الشكل، اخد نسخه من الشكل كده، اقف هنا كده لما المؤثر يتحول لعلامه البلاس كده، واضغط على الكنترول واسحب لتحت، واحد كده كمان، واحد اتنين، ناخد برضو كمان واحد كده اتنين، ودبل كليك على دي كده حددت، واروح اجيب مثلا الهوايات بقى اللي انا بحبها، اروح على سيمبلز ومور سيمبلز من هنا، وبعدين مثلا واحد بيحب القراءه، واحد بيحب الشوبينج مثلا، انا بحب الشوبينج، التسوق كده، تمام. وانا كده طبعا عملت الايه، عملت الاشكال الرئيسيه اللي عندي. ابدا بقى بكل بساطه احط صندوق نص تاني، خد صندوق النص ده واضغط على انتر على كنترول وحط هنا واحد، وابدا حدد وحط بقى الايميل بتاعك، حط اي ايميل، خلينا مثلا احط كلمه ميدو، انا بحط طبعا اي ايميل دلوقتي at gmail.com، جيميل هنا دوت كوم زي ما حضراتكم شايفين كده، وطبعا انا اخلي لونه اسود ومش هخليه بولد، لا هو بولد، واخلي لونه اسود من هنا واصغر الحجم شويه زي ما حضراتكم شايفين كده، تمام. هنا كده كده، وابدا اكبره مثلا سنه صغيره كمان، كبر من هنا شوية كده، تمام. وممكن برضو ما اخلوش كابيتال لاترز، ما اخلوش مثلا ايه حروف، اخليه لور كيس كده عشان يكون سمول.
واجي هنا مثلا في رقم الجوال احط مثلا اي رقم برضو كده تلقائي. طبعا التفاصيل ديت هتبقى بتختلف من واحد للتاني، وحضرتك طبعا هتبقى هي تحط معلوماتك الحقيقية. تمام، طيب كده نبدأ بقى نظبط النصوص ونظبط المحاذاة بحيث كلهم يبدأوا في نفس الايه، نفس البداية كده. كده اعتقد خلصنا الجزء الاول. تعالى برضو خد نفس التكست اللي هنا كده بالظبط، خد منه نسخة وحط هنا واحد، ادي كده واحد زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام، طيب بعد كده بقى اعمل ايه؟ بعد كده ابدأ اغير بقى هنا مثلا الشوبينج. انا بحب مثلا الشوبينج اللي هو الايه، التسوق، اخليها شوبينج كده. تمام، بس خلينا برضو ايه اظبط الخط تاني. تمام كده، خليها شوبينج مثلا، التسوق. تمام كده، اعتقد كده ممكن برضو يعني ان انت تزيد طول الخط ده شوية كده بحيث يكون مناسب من هنا. تمام كده، اعتقد ان احنا ايه خلصنا الجزء المهم جدا بتاع الخاص بالعلامات والنصوص والحاجات دي. طيب بعد كده بقى ابدا اضيف النصوص الخاصه بيه. طبعا النصوص دي هتكون سهله ليه؟ لان ان انت مثلا هتحط النصوص الخاصه بيك، البروفايل اللي هو يعني السيره الشخصيه بتاعتك، سيرتك الذاتيه، هتحط معلومات عن حضرتك هنا. الاديوكيشن بالنسبه للاديوكيشن التعليم هتحط تعليم هنا. الاكسبيرينس الخبرات هتحط خبراتك هنا، فدي طبعا هتختلف من واحد للتاني. الطريقه سهله جدا، انا هعمل ايه؟ انا هاخد صندوق نص، هاخد مثلا صندوق نص زي ده، اخد منه نسخه وابدا احطه هنا كده. تمام، وابدا اكبر فيه شويه كده مثلا كده. تمام، وابدا اكتب فيه اي شيء. خلينا مثلا اروح اجيب نص من على الانترنت كده بسرعه عشان يكون نص مناسب ومفهوم. خلينا مثلا ناخد تكست مثلا كده واروح على ويكيبيديا واخد كوبي وبيست لي اي تكست. خلينا مثلا ناخد السطر ده مثلا يعني السطر ده كده لحد هنا مثلا، كوبي رايت كليك وكوبي، وبعدين اروح على السيره الذاتيه واحط هنا بيست. طبعا احنا انا بشرح دلوقتي على اساس ان انا يعني دي مجرد شرح فقط. تمام، انت انا بقى تحط معلوماتك الشخصيه، تحط معلوماتك الايه الشخصيه. تمام، طيب هنبدأ بقى نظبط كل شيء كده، وبرضو نفس الكلام اخد نسخة من ده واحطه هنا، وبرضو نسخة منه تاني واحطها تحت هنا. تمام، وبرضو اخد من دي كمان نسخة هنا واحطها هنا كده، وابدأ بقى ان انا ايه يعني ابدأ ازيل الكتابة ديت واحط طبعا الايه النص الحقيقي عن التعليم بتاع او الاديوكيشن بتاع. هنكتب مثلا هنا زي ما مكتوب كده يونيفرسيتي، زي ما هو عاملها كده University. تمام، of مثلا KFS مثلا، ونعمل نقطة وننزل نكتب مثلا Master in Information Technology. تمام كده، وهكذا. طبعا حضرتك طبعا المعلومات دي بتختلف من شخص للتاني، فطبعا ديت انتوا عارفين طبعا ان انا بشرح فقط، ده مجرد شرح فقط كده. تمام كده، وابدا برضو يعني ان انا اراعي طبعا الالاينمنت، المحاذاه الخاصه بالقطع اللي موجوده عندي. لو النص طبعا زياده انا ممكن امسح سطر كده. تمام، بحيث الحاجه تكون مظبوطه. فانت طبعا هتبدا تعمل وتنسق بقى المساحه على قد المعلومات اللي عندك يعني اللي هي خاصه بك انت كده. تمام كده، اعتقد يعني ان احنا نكون خلصنا السي في الخاص باليوم كده برضو. وابدا برضو ان انا هنا برضو ايه اعمل دبولد، اكبر حجمه مره اتنين مثلا، احطه في سطر لوحده كده يعني. ونفس الكلام برضو مع ده برضو اللي هي كلمه مسجز دي، اكبرها مثلا كده وخليها بولد، وبس مش كلها طبعا، انا هختار مثلا الاولى فقط، الكلمه الاولى فقط كبرها كده واحطها بولد، وانزل ايه بانتر تحت، فانزل كده زي ما حضراتكم شايفين كده. وطبعا انا كده اعتبر خلصت الديزاين، وده طبعا هيكون السي في بتاعك النهائي بعد ما تمر بكل الخطوات اللي انا شرحتها في الفيديو. وطبعا اشكركم كل الشكر، وطبعا لا تنسونا بدعمكم بلايك وشير وسبسكرايب. وده كان فيديو الخاص باليوم، واشكركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.